كرست حياتي كل الخدمة الناجيات خاصة يعني ضحايا داعش. أنا دكتورة نغم نوزة حسن، أصلي من منطقة بعشيقة وطبيبة نسائية. قبل سنتين أسسنا منظمة اسمها هوب ميكرز اوف فور وومن، نزور الناجيات دائما بالمخيمات حتى نعطيهم دعم نفسي واجتماعي أكثر. الوضع الطبي بصورة عامة يعني أغلبهم يعانون مثلا من أوجاع بالجسم، لأن كان يعني يتناقلون بين عناصر داعش كان يغتصبوهم. الوضع النفسي سيء جدا لأن وضعهم الاقتصادي سيء، لأن ما أكو ظروف مناسبة تخلي الوضع النفسي يتحسن. خدي نفسك كوكا هافالك كوس خوشكا ويمات كوتا مهما كيف ما تاتي كوكا خوشكا وعلاج دانا ما الباخو دا علاج هين دانا ما بيدي شمرة تخسر نادك تشتي جهاد بها. أنا هم يزيدية، يعني وضعي مثل وضع باقي اليزيدية، عانينا طبعا نزوح، طلعنا من مناطقنا، فكان مو انه العب دور طبيبة، طبيبة ما كان كافي، لازم احسسها بالامان، لازم احسسها بالثقة. قال لي كم ساعدة ماتكر خوش ماركر خوش خوش ماركر هافال، إيه تلفونا ماتكر هاد با ما امت شون باوي، شو وقتي ما تلفونا ويدابو فاتكر، شو وقتي خل داما. صح يعني انه انا متألمة من الموضوع، لكن ينطيني قوة وإصرار أكثر على العمل حتى أساعد، يعني مو بس مستقبلا الناجيات اليزيديات، لأنه أي مرأة تحتاج بالعالم أكون سند إلها، أنه أقدر أرجع فعلا أنه الروح جسد أي إنسان.